السلام عليكم ورحمة الله. بونسوار مي زامي مي زيلاف مي بروفيسور، كومون تاليفو؟ فوزات لو بيانفينو حبايبي طلاب الثانوية العامة. معاكم ميسيو محمد الجواري، بروفيسور دو لونغ فرونسيز، وفيديو جديد من دروس اللغة الفرنسية. النهاردة هنتكلم عن درس جرامير مهم جدا، اسم الليسون بتاعنا لو فوتور بروش اي لو باسي ريسون. ازاي تفرق الفعل في المستقبل القريب والماضي الحديث او الماضي القريب؟ اول حاجه يعني مسيو مستقبل قريب اسمه لو فوتور بروش. لو فوتور بروش سي اكسبريم دو انيكسيون كو جو فا فير بروشانمون، حدث هعمله في اقرب وقت ممكن. اكنك بتقول مثلا انا بعد شويه هخرج، هقولها ازاي؟ دون زونور، بعد ساعه، جو في سورتير، طيب النهارده بالليل بار اكزامبل هروح النادي، يبقى سو سوار je vais aller au club. طيب قريبا جدا هسافر، bientôt je vais voyager. من خلال اكزامبل ده اللي انا قلته بتلاحظ ان الفوتور بروش بيبقى ليه كلمه داله، الكلمات الداله عليه، وتكوين جمله من الفعلين. الفعل الاول هو فيرب الي اللي بيقوم بدور انا سوف، مش بدور انا اذهب اللي هو معنى الاصلي، بقول عليه فيرب اوكزيليير يعني فعل مساعد. طيب ايه هو فيرب الي؟ تعال نفتكر مع بعض كده: جو في، تو فا، ايل فا، ال فا، نوز الون، فوز الي، ايل فون، وال فون. تكوين الفوتور بروش زي ما احنا شايفين، يتكون الفوتور بروش من تصريف فيرب الي في البريزون بلس الانفينيتيف دو فيرب، يعني فعل الي او فيرب الي في المضارع زائد مصدر الفعل. يعني هتقول جو في فواياجي، انا هسافر، تو فا تاميوزي، il va finir، elle va partir، nous allons lire. زي ما انتم شايفين اكزامبل ديز اكزامبل، امثله على الفوتور بروش. طيب عند وضع الفعل ذو ضميرين، يعني ايه الفعل ذو ضميرين يا مسيو؟ يعني الفيرب اللي بادئ بسو. احنا كلنا عارفين ان الفيرب سولي في ده معناه يستيقظ. لما تيجي تغير الفيرب للفوتور بروش بنضع الاول فيرب الي بقت جو في، بعد كده مو ليفي اسيتر، انا سوف استيقظ 7 صباحا. Nous allons nous coucher à 22h. سوف ننام الساعة 10 مساء. فيرب الي يا جماعة هو فعل مساعد يترجم بمعنى سوف وليس بمعنى يذهب. يستخدم الفوتور بروش للتعبير عن حدث سوف يتم في أقرب وقت ممكن. طب لما أجي أعمل نيجاتيف للفوتور بروش، أنا بقول جي في باغتيغ، أنا هسافر، هقولها جو نو في با باغتيغ، هو استخدام النو والبا لفيرب الي. لما اجي اسال في الفوتور بروش بعكس الفيرب والسوجي اللي هو فيرب الي، فا تو بارتير، هل هتسافر؟ طيب في الاكزام في الامتحان ازاي اعرف يا مسيو ان الجمله دي في الفوتور بروش؟ اول حاجه كلمه دوما يعني بكره، ابخي دوما بعد غد، بروشان القادم، بروشامون قريبا، ابخي بعد، بيانتو سو سوار يعني هذا المساء، دون في خلال، وبلوتار فيما بعد، وان بلس prochaine année أو année prochaine يعني بعد سنة قادمة، أو مثلا en 2022 في 2022. تعال نحل كده اكزرسيس مع بعض على الفوتور بروش زي ما احنا شايفين. بقول مون بير، بابايا، بور باري، هل هي بار ولا فا بارتير ولا بار ولا في بارتير؟ طبعا بابا هو الإيل والآل، هيبقى فا بارتير الإجابة الثانية. فو، يا ترى الفيرب في الفوتور بروش هو اللي فير ولا فير ولا فات ولا في فير؟ هتبقى فوز اللي فير. ما سور اختي بارتير بروشانمون، تومبي ولا فا تومبي ولا تومب ولا فا تومبي؟ طبعا فا تومبي الاخيره. اكزامبل نمرو 4 بقول ميز انفو الاطفال، طبعا دي بتتعامل معامله الايل افيك اس، ميز انفو لير ولا فون لير ولا ليز ولا فا لير؟ هتبقى ميز انفو فون لير. اوكي، il traduit ولا traduit ولا va traduire ولا traduire؟ هتبقى il va traduire. tous les élèves او il se livre prochainement، il traduit، هتبقى il va traduire. tous les élèves، كل الطلبة، هتبقى vont obtenir. عبارة عن ايه يا جماعة تاني الفوتور بروش؟ هو verb aller plus infinitive، verb aller زائد المصدر. امتى مختار verb aller مع المصدر؟ لما الاقي كلمة demain او après demain أو بيانتو أو سوسوار. طيب يعني إيه الفوتور بروش؟ هو حدث سوف يتم في أقرب وقت ممكن، عاوز أقول قريبا أنا هسافر، يبقى بيانتو جو في فواياجي.
سافا. هنقارن دلوقتي ما بين الحدث او الفيرب في الفتوك بوش وفيرب تاني في حاجة اسمها الباسي ريسو، الماضي الحديث، حدث تم وانتهى منذ وقت قريب جدا. تعال نشوف مع بعض تكوين الباسي ريسو هيكون ازاي. لو باسي ريسو الماضي الحديث بيكون من فيرب فينير في البريزون ومعاه حرف الجر دو زائد المصدر من الفعل. فيرب فينير هنا جاي بمعنى ووز او انا كنت او انا لسه مخلص حاجه معينه. فيرب فينير تصريفه ايه في البريزون؟ جو فيان، تو فيان، ايل ال فيان، نو فونو، فو فوني، ايل ال فيان. الكلمات الداله على الباسي ريسون هي كلمه اسمها اليا يعني منذ. اقول جو فيان دو كومونسي مون ترافاي اليا اون اور، انا بدات شغلي من ساعه. جو فيان دو مونجي، انا كنت باكل. جو فيان دو جوي، كنت بلعب او لسه كنت بلعب. جو فيان دو اريفي، لسه كنت واصل. فالباسي ريسون بيكون من فيرب فينير ومعاه دو زائد المصدر، بيقوم بدور الماضي الحديث، حدث تم وانتهى منذ وقت قريب جدا. تقول لي il y a une heure منذ ساعة بابا vient d'arriver vient de commencer vient de travailler، يعني بابا لسه واصل من ساعة. يبقى نقدر نقول ان الباسي ريسون هو عكس الفتور بروش. الفتور بروش حدث هعمله بعد شوية، الباسي ريسون حدث انا خلصته من شوية او منذ وقت قريب. طيب نشوف مع بعض اكزرسيس كده على الباسي ريسون. الجملة بتقول شوازي لا بون ريبونس، اختار الاجابة الصحيحة. il vient d'écrire ولا vient d'écrire ولا écrire. طبعا الايل بتاخد vient d'écrire الاولى. مامو دي فروي اي دي ليجوم، محتاج الباسي ريسون. مامو هي ال، يبقى مامو vient de acheter اللي هي الاجابه الثالثه. نو محتاج الباسي ريسون. نو نو مانجي با، نو فونو دو مانجي، نو نو فينو با دو مانجي دو ري. طالما هنا دو ري جايه معمول لها نيجاتيف، يبقى نو نو فونو با de manger. OK. نيجي رقم 4. le professeur محتاج الباسي ريسون، يبقى فيرب فينير ومعاه دو، يبقى البروفيسور فيان دو اكسبليكي رقم 2. لونترينير رقم 5. المدرب انترين ولا انترين ولا فيان دو انتريني، يبقى فيان دو انتريني اليا 5 مينوت، يعني لسه مدرب اللعيبه منذ 5 دقائق. Je viens بحتاج بعدها دو، يبقى je viens de aller à Alexandrie، أنا لسه كنت مسافر اسكندرية. hier امبارح elle vient de aller. il vient de بعدها بختار الفعل في المصدر في رقم 8. il vient de monter الإجابة الأولى. il y a deux semaines منذ أسبوعين. je viens de ولا je viens تبقى je viens de vendre. dans une heure بعد ساعة، ده كده فتور بروش، يبقى dans une heure بعد ساعة les élèves vont écouter le professeur. اوكي، يبقى في الفيديو بتاعنا النهارده احنا اتكلمنا عن الفرق ما بين حاجة اسمها الباسي ريسون الماضي الحديث بيكون من فيرب فيان دو مع الانفينيتيف، وحاجة اسمها الفتور بروش المستقبل القريب بيكون من فيرب الي بلس انفينيتيف. ميرسي بوغ توس، شكرا ليكو، ونتقابل على خير في فيديو جديد ان شاء الله. كنت معاكم ميسي محمد، واشوفكم على خير. تشاو، مع السلامه.